معانا الان ميشيل سابلون، زي ما قلت لكم مهندس تطوير الكره البلجيكيه. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. سعيد وانا مبسوط اني موجود معكم. أنا أريد أن أبدأ بالشرح، ولكن ماذا تفضل حضرتك؟ ده أفضل شيء أنك تبدأ بالشرح. هو حضرتك النهاردة معانا علشان نستفيد من هذه الخبرة الكبيرة وقصة النجاح الرائعة لحضرتك. أولا عندما قبل أن نبدأ هذا البرنامج أو تلك الثورة في الكرة البلجيكية، كنا نواجه بعض المشكلات في مع عام 2000. كنا ننظم بطولة الأمم الأوروبية بالتعاون مع بلجيكا، وخرجنا من الدور الأول، وكان هذا شيئا سيئا جدا بالنسبة لكرة القدم البلجيكية، وكان يسبب لنا خجلا كبيرا، ولهذا قلنا علينا أن نفعل شيئا بشأن نوعية كرة القدم التي نلعبها. ثم بدأنا التشخيص منذ البداية، أولا مجال كرة القدم من أوله لآخره، ووصلنا إلى نتائج. أولها أن كرة القدم في الأندية ليست لا تطور من مستوى الشباب، والعديد من اللاعبين كل أو معظمهم لاعبين أجانب، وليس من الضرر أن يكونوا هم الأفضل. هذه كانت نقطة سلبية، والنقطة السلبية والمرتبط بها هو أن اللاعبين الجدد لا يعطون الفرصة، لا يمنحون الفرصة للعب في الفريق الأول. والاستنتاج الثالث كان بشأن المنتخب الوطني، هو أن المنتخب الوطني كان فقير جدا ومستوى فقير، وأقصي من الدور الأول في بطولة الأمم الأوروبية 2000، وعلينا أن نعمل هذا. ثم نظرنا إلى المكانة في أوروبا، وجدنا أن مكانتنا هي بين 25 و30، وهذا الشيء غير طيب على الإطلاق، وهذا لم يكن هو هدفنا. وكان هدفنا هو أننا نصل إلى مستوى أعلى وأرقى، ولابد أن يكون هذا نتاج عمل كبير مع وجود لاعبين جدد يطورون الأداء في المنتخب. ثم نظرنا إلى تأهيل المدربين. تأهيل المدربين كان بالأسلوب القديم جدا، وكان علينا أن ننظر إلى هذه النقطة بمنتهى الحرص والتأني، وكان علينا أن نجد حلولا لمثل هذه المشكلة. إذن ماذا فعلنا؟ أولا طورنا رؤيتنا الشخصية، وكان الأمر واضح، هو أننا نريد أن نوفر خبرات عملية وتعليمية لإكساب خبرات في كرة القدم. مهمتنا كانت هي توفير الفرص المناسبة وبيئة تعليمية إيجابية مبنية على الأسس الأساسية للتعليم، مثل الثقة واللعب النظيف، وعلمنا اللاعبين مهارات الحياة ليكون لاعب جيد وأيضا شخص جيد. ثم طورنا الفلسفة. الفلسفة بشكل عام تتعلق بموضوعات سأشرحها لاحقا، وكان العنصر الأهم في هذا التطوير هو تطوير اللاعب على المستوى الفردي، كل لاعب على حدة. كان ينبغي علينا أن يتم دعمنا بالإدارة، وبالتالي عملنا في الإدارة وطورنا من أسلوب الإدارة. كان رئيس الاتحاد هو الدكتور الذي كان عضوا في الاتحاد الدولي، وكان رجل له رؤية، وقال أن علينا أن ننظر إلى ما يجب علينا فعله في المستقبل، وأن يكون لدينا رؤية في تطوير كرة القدم في بلجيكا، وهذا ما فعلناه. وسأعود لهذه النقطة مرة أخرى لاحقا. على المستوى العملي
أو فلسفة التطوير عملنا على عدة عوامل. أولها هو أسلوب المنافسات، وطلبنا من المعنيين الإجابة على أسئلة معينة بشأن الأداء في المنافسات. أولها هي أنه إذا كانت المنافسات نحن ماذا نتوقع من اللاعبين؟ ماذا نتوقع من المنافسات؟ ماذا نريد أن يكون المدربين؟ المستوى الذي يجب أن يكون عليه المدربين؟ وبالفعل كانت هناك جامعتين تعملان في هذا التحليل، وخرجوا بمبادرات وأطروحات ومقترحات للخروج بمثل هذه بمثل هذا التطوير. المسار الثاني هو تحليل الأداء البدني في مرحلة الشباب، وكان هذا مرتبط بالقدرات البدنية للفتيات والشباب وأدائهم البدني، وكان هذا مشروع كبير، وأتيحت لنا الفرصة بالتعاون مع أحد الجامعات المتخصصة في التربية البدنية، وهم الذين حسبوا وخرجوا بتحليلات دقيقة جدا للمجهود البدني للأطفال والصبيان والبنات في مجموعات عمرية محددة، وقارناها بالمستوى الدولي، وكان هذا هو المسار الثاني في التحليل. المسار الثالث وهو الأهم هو تحليل الأداء في المباريات، وأيضا كان بمساعدة جامعتين في بلجيكا، وأجريت الأبحاث على عدد من الدارسين في هذه الجامعة، وقمنا بتحليل حوالي 60 أو 70 طالب وطالبة في مباريات صغيرة وقصيرة المدة، وحللنا أسلوبهم للاستلام وتسلم الكرات، التمرير، التحرك في الملعب، حللنا كل مكونات أداء لاعب كرة القدم. كل هذا كنا نلعب مباريات 8 أمام 8، 9 أمام 9، ثم 11 أمام 11، وخرجنا بنتائج، وتم نشر هذه النتائج على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفعلا نشرت مقالات بهذا الموضوع، ولكنني أستطيع أن ألخصها في عدد معين، هو أنه عندما كانوا يلعبون في مباريات صغيرة الحجم يكون المستوى الأداء البدني عالي، ويكون عدد اللمسات أكثر، وعدد القرارات التي تتخذ أكثر، التركيز أكثر، الأهداف أكثر، حركات حارس المرمى تكون أكثر، امتلاك الكرة يكون أكثر، ثم مستوى الاستمتاع بلعب كرة القدم كان أفضل أيضا. ثم ناقشنا في اجتماعات مختلفة مع ذلك كله مع المدربين، وشكلنا مجموعات عمل كبيرة متخصصة في مجال عمل كرة القدم، وهذه المجموعات مجموعات متخصصة تتعامل مع حقائق وأرقام بالتعاون مع جامعات متخصصة، وخرجنا ب نتائج، ترجمنا هذه اللغة الأكاديمية إلى لغة فعلية تطبق على الأرض في الملعب. ثم بعد العديد من المقابلات والمناقشات كان من المشوق أن نعرف أن المعنيون بالمناقشات ومجموعات العمل كانوا عاملين في كرة القدم. كان هناك على سبيل المثال 18 مديرا من الأكاديميات،
وكنا نتعامل مع كل المستويات العاملة في كرة القدم، وكل المناقشات كانت بناءة، وكنا نستقي من تلك المستويات معلومات عكسية. ثم ناقشنا موضوعات كان يتم طرحها بواسطة هذه الأكاديميات في وجود مدربين عالميين محترفين. وأخيرا هؤلاء الناس المشاركين المختصين خرجوا بأفكار جيدة أو أعطونا أفكار جيدة وطوروا مبادرات استفدنا منها كثيرا، وكنا نعمل على مستوى مجموعات عمل صغيرة بعدد كبير، نخرج بالتحليلات التي خرجت من المستويات الأكاديمية سواء على المستوى الفني أو البدني أو التكتيكي أو الأداء في الملعب. كل هذا كان من الممكن أن يحدث إذا كانت لدينا إدارة جيدة وإدارة مسؤولة تستطيع أن تدعم جهودنا على المستوى الفني والمستوى التكتيكي، وأن يكون لدى هؤلاء المعنيين رؤية للتطوير ورؤية للمستقبل. وهذا ما كنا نفعله في مرحلة تطوير كرة القدم البلجيكية، بمعنى أن كل من لديه رؤية كان يدخل معنا في هذه الحوارات، وهذا بالفعل ما فعلناه، وكانت دراسة مستفيضة. وأعتقد أن هذا ما حدث يشرح كثيرا كيف تطور مستوانا من هذا المستوى المنخفض في التصنيف والخروج من بطولة 2000 إلى هذا المستوى. هذه البطولة كانت بالنسبة لنا قاسمة، وفي الحقيقة هي كانت الدافع لكي نطور كرة القدم لدينا. كما أن ما فعلناه هو أننا قمنا بشن هجوم مضاد على أنفسنا، نحاول من خلاله أن نطور من مستوى الفريق الوطني. الفريق الوطني خاض مباريات كثيرة جدا المستوى، أحرزنا أهداف وسجل فينا أهداف، وواجهنا فرق من مستويات مختلفة، وتحديدا كل هذه الفرق كنا نستفيد منها ومن مواجهتها. كنا نلعب مباريات من مستويات مختلفة ومن مكونات مختلفة. تطوير الكرة أتى من لعب مباريات 5-5، 8-8، 9-9، 11-11. حاولنا أيضا تطوير التنظيم من مستوى الدفاع المنطقة إلى تنفيذ الهجمات المضادة. ممكن أن نلعب مباريات دفاعية، نلعب مباريات هجومية، ونتدرب على ذلك كثيرا، وكنا نواجه فرق ذات مستوى أعلى منا. وفي مرحلة أخرى كنا نلعب بطرق مختلفة، مثل المهاجم الثابت، مثل لوكاكو على سبيل المثال، وهناك لاعبين آخرين خرجنا بهم مثل إيدن هازارد ولاعبين آخرين، استطعنا أن نلعب بهم كرة هجومية. هذه الأشياء معا، هذا الأمر يأخذ وقتا، وشرحنا كل ذلك للأندية البلجيكية وقلنا لهم أن هذه الموضوعات تأخذ وقتا وصبرا، ولا بد أن يتم تطبيق هذه الخطة بتأني وصبر. وأعتقد أن الحسابات التي حسبناها على هذه الخطة أننا سنجني الثمار بعد 7 أو 8 أعوام. إذا نظرنا إلى ذلك الرقم سنعود بالفكر إلى اللاعبين من 13 عاما و14 عاما. إذا أضفنا 7 أو 8 أعوام سيكونوا في العشرينات. هذه هي الدائرة، ثم من الممكن أن نبدأ بدائرة أخرى تبدأ من 7 أو 8 لاعب من 13 و14 عاما، نبنيه على مدار هذا الوقت من الزمن. هذه المرحلة تأخذ هذا الوقت، وكان لابد أن يكون
هناك تواصل وتواجد من مديري أكاديميات كرة القدم للمحترفين، لأنهم هم عنصر هام ومساعد في هذا الموضوع، ويطبقوا الفلسفة ويطبقوا الخطط. وأيضا هناك أسباب أخرى، وهناك مستويات أخرى من كرة القدم. هؤلاء المديرين للأكاديميات كانوا يبحثون فيها ويطلعون على النتائج، وكنا نشرح لهؤلاء المدربين وجهة نظرنا ونشرح أفكارنا. إذن هذه هي الخطة الشاملة التي تجعل الأشياء تحدث على الأرض. لا أقول أبداً أنه أمر سهل، ولكنه أمر صعب يأخذ وقتاً، ونحن لم نكن نتوقع نتيجة بنسبة 100% أن كل الناس ستكون متفقة معنا في هذا التطبيق وهذا الفكر، ولكن بعد فترة الكل بدأ يتفهم وبدأ يعرف ويدرك أن ما فعلناه وما قمنا به من تجميع مدربين الأندية ومن مستوى من مراحل عمرية مختلفة للأندية، شرحنا له والأسلوب الذي كنا نريد أن ننفذ به، الكل بدأ يقتنع، وثم تحقق ما كنا نصب إليه. وبعد فترة أصبح هناك تحسن في مستوى الأداء الفردي للاعبين. على سبيل المثال، لا يوجد لاعب واحد في الفريق الوطني خارج هذا الإطار، وكل هؤلاء اللاعبين لاعبين متميزين جدا، يلعبون في فرق كبيرة ويلعبون، وهؤلاء اللاعبين كانوا يلعبون في المنتخبات الوطنية في الأعمار السنية المختلفة. الأمر يأخذ وقتا لإعداد اللاعب، لأن السبب الرئيسي هو أننا كنا نريد أن نجعل هؤلاء اللاعبين الموهوبين في مستوى يجعلهم يقبلون التطور جسمانيا وذهنيا وبدنيا، وكانوا في الحقيقة مستجيبون معنا جدا، ولهذا وضعناهم تحت ضغوط، وضعناهم في مواجهات قوية، وكنا في الحقيقة كان من الصعب جدا أن تقنع الكل بهذه الخطة بعيدة المدى، والأمر تطلب إقناعات كبيرة وتغيير في مفهوم كرة القدم في بلجيكا. في الحقيقة كل لاعب لابد من كل لاعب أن يلعب المباراة وفي ذهنه أنه سيفوز بهذه المباراة قبل أي شيء، سواء كنت تلعب أمام فريق ضعيف أو فريق كبير. لابد على اللاعبين أن يطوروا من أنفسهم. إذا وضعت 60 لاعب تختار منهم عدد 60 لاعب تحت سن 16 عام، واختار من هذه من هذا الوعاء وطورت من أداء نسبة من هؤلاء 60، ستخرج بفريق وطني قوي. أن يكون الأهم في هذا الفريق هو أنه مقتنع تماما أن الفوز هو الشيء الحتمي في كل المراحل العمرية.